سي أحمد نور الدين، ما هي القراءة اللي تتعطيو لهذه الزيارة ديال المستشار ديال ترامب فيما يخص فلسطين؟ وهذه زيارة تندرج في إطار البحث عن أو ترويج لما أصبح يعرف بصفقة القرن، وهو الحل الذي تقترحه الولايات المتحدة الأمريكية، ولنكون صريحين، خارج الإطار الأمم المتحدة، لأنها تضرب بعض القرارات ومن بينها قرار 242 الذي يقول بأن الأراضي التي احتلت سنة 67 يجب أن تتخلى عنها إسرائيل لفائدة الفلسطينيين. وهذه الخطة اليوم إذا أردنا أن نجملها إجمالا هي تتمحور حول جملة يرددها الرئيس الأمريكي ترامب مرارا وتكرارا تصريحا وتلميحا، وهي أن العرب والفلسطينيين بصفة خاصة ينهزموا أمام إسرائيل في خلال هذه الحروب التي عاشتها المنطقة في 70 سنة الماضية، وعليهم اليوم أن يعترفوا بهزيمتهم ويعترفوا بإسرائيل كدولة داخل الحدود الحالية لإسرائيل، أي أراضي 48 وأراضي 67. وبشيء من التفصيل يمكن أن نقول على أن الخطة أو صفقة القرن تتضمن أولا الاعتراف بجميع الأراضي المحتلة سنة 67، وهو ما وقع مع الجولان ومع القدس الشرقية التي تعترف بها الولايات المتحدة الأمريكية اليوم كأراضي إسرائيلية، التخلي نهائيا عن حل الدولتين الذي جاء في خطة السلام والتي انبثقت عن مؤتمر مدريد ثم مسلسل أوسلو، التخلي عن حل الدولتين والاعتراف بدولة واحدة وموحدة وهي دولة إسرائيل في هذه المناطق. النقطة الثالثة هي عدم الاعتراف بعودة اللاجئين الفلسطينيين، بل واقتراح، وهو الشيء الأخطر، وطن بديل في الأردن لهؤلاء الفلسطينيين، بالإضافة إلى بعض البنود الأخرى الاقتصادية التي يمكن لا يسمح المجال للتفصيل فيها. هذه الخطة اليوم يراد الترويج لها وفرضها لنقل بشرعية القوة وليس قوة الشرعية، وهنا مكمن الخطر. إذا أردنا أن نحلل ما تم حديث عنه في الرباط، هل هناك أفكار ربما أن نعطيها للمشاهد؟ بالنسبة يعني موقع الرباط في العملية يرتكز على ركيزتين إذا شئنا أن نقول. الركيزة الأولى وهي ترأس جلالة الملك للجنة القدس، وهي اللجنة التي رأسها المغرب منذ نشأتها سنة 1975 بقرار للمؤتمر الإسلامي. وهناك الركيزة الثانية وهي المصداقية التي يحظى بها المغرب كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وكمدافع بشراسة عن الحق التاريخي والشرعي للفلسطينيين في إقامة دولتهم ومن أجل الوصول إلى حل عادل. من خلال هذه النقطتين اليوم القدس توجد في صلب خطة ترامب التي تسمى بصفقة القرن، وتغيير وضعيتها القانونية من أراضي من قدس شرقية محتلة يجب إعادتها للفلسطينيين إلى أراضي كلها إسرائيلية. هذا طبعا يستدعي الموقف المغربي بصفته يرأس لجنة القدس. ومن ناحية أخرى يعني الانقسام الذي تعيشه الدول العربية اليوم في جميع تقريبا بؤر التوتر، سواء في سوريا في اليمن في ليبيا إلى آخره، هناك معسكران داخل الدول العربية. المغرب هو البلد الوحيد تقريبا الذي يحظى أو الذي حافظ على وسطيته والذي حافظ على التعادل والتوازن في المواقف، وبالتالي ربما تستدعي اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هذه المصداقية التي يحظى بها المغرب كحليف وكرجل وكدولة لها مصداقيتها في المنطقة ويطلبها الفلسطينيون. الرئيس محمود عباس بعث برسائل لجنة الملك يطلب منه التدخل من أجل وقف هذه الخطة، خاصة في شقها المتعلق بالقدس. وربما تندرج زيارة الملك عبد الله الثاني في هذا الإطار منذ شهرين، وأيضا زيارة حتى البابا، لأن البابا وجلالة الملك مهتمان بقضية القدس ووضعها النهائي، بالإضافة طبعا كما قلت إلى الدور التاريخي الذي لعبه المغرب في إيجاد حل والتقريب بين الآراء من أجل إيجاد حل عادل، لأن فرض أي حل بالقوة، لأن إسرائيل يوم منتصرة وإن الولايات المتحدة معها، سيعطينا إعادة تكرار وإنتاج اتفاقية فيرساي في الحرب العالمية الأولى التي كانت مجحفة للطرف المنهزم وهم الألمان وأعطت الحرب العالمية الثانية. إذن المرحلة ديال الرباط هي نقطة لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب. هو أكيد يعني المغرب دائما نعود إلى التاريخ ونعود إلى يعني وساطة المغرب في مسلسل السلام، يعطيه موقعا استراتيجيا ومركزيا في هذا الصراع من أجل الوصول إلى حل عادل ليس فيه لا غالب ولا مغلوب، وفيه ويجد فيه الجميع يعني ضالتهم، حتى لا نكرر يعني، لأن حل غير عادل ماذا يعني؟ يعني أنه غير دائم، وبالتالي ننتظر تفجير حروب أخرى في
المدى المنظور أو المدى المتوسط، وهذا ما لا يريده المغرب، يريد حلا عادلا يضمن للشعب الفلسطيني حقه ويضمن أيضا دولة لإسرائيل في حدود آمنة في أراضي 48، كما تؤشر على ذلك جميع القرارات الأممية وخاصة القرار 242 في هذا المجال. C'est Mustapha Sahimi. Le Maroc vient d'accueillir un conseiller du président américain pour les affaires de la Palestine. Il a été reçu par Sa Majesté. Quelle lecture peut-on donner à cette rencontre et à ce déplacement au Maroc ? Il a été reçu effectivement par Sa Majesté le roi mardi et le souverain lui a offert un iftar, ce qui est... un acte fort de sens, parce que c'est une convivialité, c'est un geste d'amitié et d'accueil. Et d'ailleurs, ça a été relevé par le conseiller du président Trump, Jared Kushner, qui est le gendre aussi du président américain. La visite de cet officiel américain s'inscrit dans le cadre de la préparation d'un sommet qui est prévu à Manama, donc à Bahreïn, les 25 et 26 juin, et qui doit être l'occasion pour Washington, et en particulier pour M. Kushner, qui est en charge ce dossier, la présentation d'un plan de paix pour ce qui est de la question palestinienne. Le président Trump avait dit d'ailleurs à ce sujet que c'était le deal du siècle, on va voir ce qu'il en est au fait, et que l'axe et le contenu de ce plan, c'est la paix et la prospérité. L'idée, c'est de mettre sur pied un programme d'aide économique et de mobilisation de potentialités régionales et internationales, sur le plan financier, sur le plan économique, pour faire redémarrer, si je puis dire, l'économie palestinienne, si tant est que cela puisse se faire dans les conditions actuelles que vous savez, et d'arrêter un programme d'amélioration du pouvoir de vie et du niveau de vie des Palestiniens. Question difficile, peut-on s'engager dans cette procédure-là sans qu'il y ait des prérequis politiques qui soient réglés, c'est-à-dire un plan de règlement? D'ailleurs, les Palestiniens boycottent cette réunion de Manama. Et on ne sait pas très bien quels vont être les participants à cette réunion de Manama. En tout cas, le Maroc est consulté. Il est consulté pour deux raisons. Du fait, comme l'a dit d'ailleurs M. Kushner, de la sagesse du souverain et de son leadership personnel et politique régional et continental et international. Et du fait aussi que le souverain est président du comité El-Quds, ce qui donc il est partie prenante à ce sujet. Il faut rappeler que le Maroc a toujours rappelé les fondamentaux d'un règlement de la question palestinienne, à savoir deux États. C'était d'ailleurs la position américaine il y a encore quelques mois, puis maintenant ça n'est plus d'actualité. Deux États, la préservation du statut d'El-Quds, qui depuis décembre dernier est reconnu par Washington comme la capitale exclusive de l'État israélien. Et sur ce plan-là, le Maroc a une position constante sur des fondamentaux, sur des positions d'emprise, solidarité avec le peuple palestinien, préservation du statut d'El-Quds et recherche d'un règlement négocié répondant aux aspirations du peuple palestinien et aux exigences de paix et de sécurité dans la région. Peut-on dire que cette visite va donner un coup de souffle au renforcement des relations ? Entre les deux pays, évidemment, les relations entre Washington et Rabat sont des relations privilégiées qui participent d'un partenariat stratégique. Le Maroc, par ailleurs, est un allié non membre de l'OTAN. Statut particulier qui n'est reconnu qu'à l'Égypte et à la Jordanie. La coopération sécuritaire se porte bien, la coopération économique aussi, l'accord de libre-échange donne des résultats significatifs, même s'il doit être corrigé ici ou là. Et il y a une concertation, il y a un dialogue stratégique entre les deux pays qui porte ses fruits et c'est un axe fondamental et de la politique de Washington
à l'endroit du Maroc que de la politique du Maroc à l'égard des États-Unis.